بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. غادي نشوفوا إن شاء الله الأسئلة اللي كتتعلق بالمشهد الثاني ديال رواية أنتيغون واللي كيجمع ما بين الشخصية ديال أنتيغون ولانوغيس. نبدأ على بركة الله. السؤال الأول: كي لانفورماسيون لا ديداسكالي إنيسيال دونتيل سيغ لو مومون أو ديبوت لاكسيون، يعني شنو هي المعلومة اللي كيعطيها لنا السيناريو الأول على الوقت اللي بدات فيه هاد يعني هذا اللي بدا فيه هذا المشهد؟ الجواب: اينوب غريز اي ليفيد، يعني واحد الفجر رمادي وزاهي. نمشيو للسؤال الثاني: كي لانفورماسيون لا ديداسكالي انيسيال دونتيل سور لو ليو دون لوكيل سو سيتو لاكسيون، يعني شنو هي المعلومه اللي كيعطيها المشهد او السيناريو الاول على المكان اللي وقعت فيه هذا او اللي وقع فيه هذا المشهد؟ الجواب: اون ميزون كي دور، يعني هنا اون ميزون كيقصدوا بها القصر، يعني منزل النائم. نمشيو للسؤال الثالث: كيل بيرسوناج بوز لي كيستيون، يعني شنو هو او شنو هي الشخصيه اللي كطرح الاسئله؟ الجواب: سي لا نوريس. عفوا، ننتقلوا للسؤال الرابع: كيلي لوغون سوسيال دي دو بيرسوناج، يعني شنو هي الحاله الاجتماعيه ديال هاد جوج شخصيات اللي هما أنتيغون إلى نوريس؟ الجواب: أنتيغون إيت أون برانسيس إلى نوريس إيت أون دوميستيك، يعني أنتيغون هي واحد الأميرة ولا نوريس هي الخادمة. نمشيو للسؤال الخامس: أكيلوغ لا نوريس إيتيل ألي على شومبغ دونتيغون، يعني أش من ساعة مشات لا نوريس يعني الغرفة ديال أنتيغون؟ الجواب: أكاتخوغ دو ماتا، يعني الرابعة صباحا. نمشيو للسؤال السادس: كيسكو لا نوريس اي الي فير دون لا شومبر دونتيغون بوندون لا نوي، يعني شنو مشات دير لا نوريس في الغرفه ديال اونتيغون خلال الليل؟ الجواب: فوار سي اونتيغون ني با ديكوفيرت، يعني تمشي تشوف واش اونتيغون يعني ما اكتشفوهاش انها خرجت خلال الليل. نمشيو للسؤال السابع: كيل فيغور دو ستيل بوتون ايدونتيفي دون لا ريبليك دونتيغون لو جاردان دورمي انكور جو لي سيربري نوريس، يعني شنو هو لو فيغور دو ستيل اللي نقدروا نستخرجوا من القوله ديال اونتيغون، يعني ان الحديقه نائمه وقد فاجاتها؟ الجواب: سيتون بيرسونيفيكاسيون، يعني هنا لا بيرسونيفيكاسيون هي الشخصنه، يعني فاش كنعطي واحد الوصف ديال النوم للواحد الشيء، وهي اننا كنستقيو واحد الوصف بشري وكنعطيوه لشي شيء. نمشيو للسؤال الثامن: كيل بروميير اكسبليكاسيون انتيغون دونتيل على نوريس سور سو كيل فوزي دور بوندون لا نوي، يعني شنو هو التفسير الاول اللي عطاتو انتيغون لا نوريس على يعني على شنو كانت كدير خارج البيت يعني خلال الليل؟ الجواب: سو بروموني، يعني انها خبرتها انها مشات كتنزه خلال الليل. شو السؤال التاسع: كيل فيغور دو ستيل بوتون ايدونتيفي دون لي بارول دو لا نوريس؟ سي دي جولي جولي عفوا سي دو بروبر توا لا في دان روا، يعني شنو هو لو فيغور دو ستيل اللي نقدروا نستخرجوه من الاقوال ديال لا نوريس هنا فاش يعني كتوبخها ولكن بكلام جيد؟ هنا كتقول مثلا: انه شيء جميل، انه شيء يعني نقي، انت يا ابنه الملك. هنا سيتون اونتيفراز، لونتيفراز هي فاش كنقولوا شي كلمه او جمله وكنقصدوا بها العكس، مثلا فاش كنقولوا شي تلميذ يعني اللي جاوب اجابه خاطئه وكنقول له حسن جدا. نمشيو للسؤال العاشر: كون أنتيغون غونتختيل أ لا ميزو، يعني فوقاش أنتيغون دخلت المنزل؟ الجواب: ألوب، يعني خلال الفجر. السؤال الحادي عشر: كي لانديس دون لا ديداسكالي إنيسيال مونتخ كونتيغون كاش أن سوكري سوكري أون غونتخون دو ليكستيريور، يعني شنو هو المؤشر اللي كاين في السيناريو الأول اللي كيدل على أن أنتيغون كتخفي واحد السر فاش دخلت من الخارج؟ اذا الجواب هو: سور لا بوينت دو سي بي ني سي سولي على ما، يعني دخلت
على أطراف الأصابع ديال الرجلين الحافيتين، ويعني الحذاء ديالها هزه في يديها. نمشيو للسؤال الثاني عشر. كو سوبسون لا نوغيس، يعني فاش شكت لا نوغيس؟ الجواب أنتيغون أفي أن رونديفو، يعني كان واحد يعني شكت أن أنتيغون كان عندها موعد. نمشيو للسؤال الثالث عشر. كيا انترسيبتي أنتيغون دوفون لابورت، يعني شكون اللي اعترض أنتيغون أمام الباب؟ الجواب سي لا نوغيس. السؤال الرابع عشر. باغ كيل أسبي سو كاركتيريز عفوا لا ناتشيغ ديكريتي أدميغي باغ أنتيغون دو سا بخومييغ ريبليك، يعني شنو هو المؤشر اللي كيوصف لنا الطبيعة اللي وصفتها ويعني كتعجب الأنتيغون في الجملة أو في لاباغول الأولى ديالها؟ الجواب أموند سون كولور، يعني واحد وصفته بواحد العالم بدون ألوان. نمشيو للسؤال الخامس عشر. كافي برومي لا نوغيس ا لا مير دونتيغون، يعني شنو هو الوعد اللي عطاتو لا نوغيس للأم ديال أنتيغون؟ الجواب فير دونتيغون اون اونيت فيل، يعني ترجع أنتيغون يعني واحد البنت صادقة يعني تربيها على الصدق. نمشيو للسؤال السادس عشر. كومون سابلي لا مير دونتيغون، يعني كيفاش كتسمى الأم ديال أنتيغون؟ الجواب سي جوكاست. سؤال السابع عشر. كيلي ماج لا نوغيس افيتيل دونتيغون افون لانسيدو، يعني شنا هي الصورة اللي كانت واخدها لا نوغيس على أنتيغون قبل هذا المشهد هذا او هذا الحديثة؟ الجواب با اسي كوكيت، يعني ان أنتيغون ماشي لطيفة يعني بواحد الشكل كافي. السؤال الثامن عشر. كومو لا نوغيس كاليفياتيل لو كاركتير دونتيغون، يعني كيفاش لا نوغيس كتوصف لنا يعني الشخصيه ديال أنتيغون؟ الجواب سال كاركتير، يعني واحد الشخصيه مسخه او متسخه. نمشيو للسؤال التاسع عشر. دو كوا لا نوغيس موناستيل أنتيغون، يعني باش كتهدد لا نوغيس أنتيغون؟ الجواب دو تو دير اسون اونكل، يعني كتهددها باللي غادي تمشي تخبر العم ديالها اللي هو كريون. شو السؤال عشرين. باركيل ادجكتيف لا نوغيس كاليفياتيل ازمان، او عفوا اسمان، يعني شنو هو الوصف اللي عطاتو لا نوغيس الاسمان؟ الجواب دوس، يعني انها فتاة حلوة او لطيفة. مشو الاخر سؤال. وي نوغيس وي لو بوفر جي ان امورو، هذه جملة قالتها أنتيغون. À qui Antigone fait-elle référence en qualifiant le personne qu'elle aime de pauvre؟ يعني هنا فاش قالت وي نوريس وي المسكين، يعني نعم المسكين، لدي حبيب أو عاشق، يعني كنحب شي شخص، يعني à qui Antigone، يعني شكون هو هذا الشخص اللي كتقصد أنتيغون على أنه مسكين؟ الجواب سي يعني أبولينيس، يعني كتقصد أنها عندها يعني كتبغي الأخ ديالها اللي يعني مدفون في واحد القبر اللي ما بغاوش أو ما بغاش الملك يغطيه على حساب أنه يخليها عبرة للناس يعني اللي غادي يتمردوا على الأوامر ديال الملك. إذن هذا الشيء اللي كاين في هاد لاسين دو، إن شاء الله باقي نديرو أسئلة كتعلق بجميع لسان اللي كاينين في هاد الرواية. ما عليكم غير تابوناو في لاشين ودعمونا بلي لايك. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.